الدنيا ولد الزين. انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين واختلت الموازين يا زين يا ولد الزين. الشر لابسته بملاك وفي كتبه متصدق صعب العمى كل القلوب ما بقتش بتفرق والطلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور والخير ضعيف زي الغريب وبقشة متعلق. الشر لابسته بملاك وفي كتبه متصدق صعب العمى كل القلوب بتفرق والظلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور والخير ضعيف زي الغريب وبقشة متعلق. الحق دايما الأحق والحق واضح لي والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما الأحق والحق واضح لي صح لازم تعمله لو حتى مش عاجب ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الصح لازم تعمله لو حتى مش عاجب ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الحق دايما الأحق والحق واضح لي والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما الحق والحق واضح لي والظلم والباطل
مين اللي سرق الفلوس من خزنة؟ ما خدناش حاجة. خليكم ساكتين، واحنا هنفضل مكملين في ضربكم لحد ما تطلعوا في الروح. عم صالح يا عم صالح، عم صالح يا عم صالح. ايه يا بنتي؟ فين عم صالح؟ مالك بتبكي ليه؟ ابويا رابطين هو وناس كتير وبيضربوا فيهم. وبيضربوا فيهم ليه؟ بيقولوا انهم سرقوهم، ولو ما رجعوش في النص راح يقتلوهم، وانا ابويا ما بيسرقش. وده حصل فين؟ ارض عزلي بيه. طب روح انت دلوقتي وانا هقول لعم صالح، وهنيجي وراكي، وابوك هيبيت في بيته الليله. يلا. مين اللي اخذ الفلوس يا قاطي؟ ابن القاطي. ها؟ انت يا واد. والله انا ما شاكك غير فيك. انت يا ولد. حسبي الله. تطلع مين انت عشان تمد يدك عليه؟ انا بعمل شغل. شغلك اللي هو ايه وشغال عند مين؟ انت اللي مين؟ وازاي تنزل انت والرجاله اللي معاك ارض من غير امر مني؟ العيب مش عندي، العيب عندك انت. المفروض قبل ما رجلك تخطي البلد دي تسال من كبرها. كبرها؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين. انا صالح القناوي. عملوا لك ايه عشان تعمل في يومك ده؟ مهما كان عمله حقك تاخده بالادب وبالاصول. فخر يا اخوي. فك الرجال. يفك يفك ايه؟ مفيش كلمة تمشي في الأرض دي غير كلمتي أنا. تجننت ولا إيه؟ وعز جلالة الله، لولا إنك راجل كبير ولولا إنك غريب لكنت دفنتك مكانك. لكم قبضك قد إيه يا رجال؟ أربعة أيام يا كبير. تفوتوا عليه في المنظر عشان تاخدوه. ربنا يخليك لينا يا كبير، وأنت قول في عمرك. حسبنا بعدين. ورا عزرائيل يردك. تعال عليا يا موج البحر شوي شوي يا موج البحر. بقول لك هحضر لك الحمام والفطور. لا مش دلوق. مش دلوق يعني ايه يا راجل؟ بقينا الظهر عاد. بتجيب الساحة دي من فين؟ واه حاسب العيل. تحسديني ولا يا مرة؟ أبوي الله يرحمه كان صاحبه موظف في السكة الحديد، كان على طول يقول له لو القضيب مش حديد ما كانش شال القطر. كسفت من ايه ده؟ افت انا بتكلم عن القطر. اللي حصل ده ما كانش ينفع ولا يجوز يا حاج صالح. اللي حصل مني ولا منهم يا بيه؟ منكم انتوا التنين. لا يا انا مش معك في الكلام ده. اللي حصل مني ينفع ويجوز، اللي حصل منهم لا ينفع ولا يجوز ولا حد يقبله. ايوه بس العيال سرقت. سرقتنا حاسبهم في مركز في قضي عرفي، انما لا يطربطوا ولا يضربوا. زمن الاقطاعين ولا بيه؟ ولو الباشا صاحب الارض فاهم ان الزمن ده لسه موجود يبقى غلطان. اللي يتحمل قانون الصعيد يعيش فيه، واللي ما يتحملش قانون الصعيد وربنا يا بيه احسن له يفارقنا. كلامك مظبوط بس اللي حصل برضه غلط. طيب ما دام لساك مصر ان انا غلطان بعد اللي حكيته لك ده كله، ما قداميش غير ان اقول لك كلمه واحده، انك شرفت ونورت. ماشي.
فين الواد مسعد؟ عمال يتحايل علي من الصبح، عايز يطلع يلعب مع العيال. قلت له اطلع. كان يجي يتفرج على الفيلم. ده بيحب اسماعيل ياسين قوي. ايه ده؟ في ايه؟ تضرب اهل بلدك عشان ولي نعمتك؟ وفي الاخر تطلع انت اللي سرقه؟ انا ما سرقتش حاجه. اثبت. نثبت. هات لي شريكه يا غريب. هات الواد الحرام اللي عندك. ده اللي خد الفلوس. ايوه يا صلاح بيه، هو اللي قال لي اسرق وهو اللي خد الفلوس. انت كذاب، انا ما خدتش حاجه. بقول لك ايه، فلوس لو ما طلعتش دلوقت مش هتعيش دقيقه في البلد دي. الفلوس اهي اهي يا صالح. فلوس اهي اهي. مرة عقله صرف منهم حاجه؟ بربطتهم زي ما هم. سايق عليك النبي ما تحبسهوش، انا ولده محتاجينه، احب على يدك ما تقطعش عيشه. صالح العناوي ده طلع حكايه كبيره قوي يا باشا. ده شخصيه زي اللي كنا بنقراها في الحواديت زمان. النوعيه دي بقت قليله قوي دلوقتي يا باشا. صالح العناوي ده أكتر راجل حجاني ممكن تقابله في حياتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جناب المأمور؟ أهلا مرحبا يا مرحبا، اتفضل. فلوسك يا باشا، عدها في بيتك براحتك ولو ناقصة حاجة في رجال. مين اللي سرق الفلوس يا حاج صالح؟ اللي سرق الفلوس واحد من رجالتك، واحد من اللي كانوا بيضربوا الغلابة اللي مالهمش ذنب. بجد يا صالح؟ بجد يا بيه. حميها حراميها، لو كنت جيت لبيتي من الأول كنت هقول لك مين اللي سرقها. انما دلوقتي انت ليك فلوسك وبس. عموما انا بشكرك جدا، ويا ريت لو سمحت نحط ايدنا في ايد بعض انا وانت. ما محبه الا بعد عداوه. مفيش عداوه لا سمح الله، انا في خدمتك ابي في اي وقت. بس للاسف انا ما ينفعش احط يدي في يد اي حد على اهل بلدي. ولو حد داس لك على طرف محدش هيجيب لك حقك غيري. لو حد داس لجناب المأمور نفسه على طرف محدش هيجيب له حقه غيري. حتى حق جناب المأمور؟ البلد دي بيحكمها أني قانون يا سيادة المأمور؟ بقانون الجناوي. ده اللي حضرتك ما تعرفوش، إن قانون الجناوي أقدم من القانون ده. قبل ما يعملوا مركز شرطة، وجد جد جد هو القاضي العرفي للبلد دي. ودي الميزة في بلدنا، دونا عن أي مكان في الجمهورية عندك مكان أنت تجيب حقك منه. مركز الشرطة وبيت الجناوي. عايز تاني ده؟ واللي أنت ما تعرفوش يا باشا، إن عندنا في الصعيد هنا في كل قرية كبير، الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الأهالي وبين بعضيها، والمشاكل المستعصية اللي عندنا في الحكومة. شرفت الصعيد يا بيه. طول ما الحاج صالح موجود محدش فيكوا هيتهان، ومحدش منكوا هيداس على كرامته. أقوم من النهارده كلكم كرامتكم محفوظة. غريب. أيوه. الرجالة قبضوا فلوسهم؟ قبضوا يا كبير. خد بقية حقك منه. تعيش يا كبير. خد بقية حقك منه. تسلم يا كبير. يا احمد خد بقية حقك مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص سامحته يا كبير. بدوي. نعمين يا كبير. خد بقيت حقك مني. تسلم يا كبير. حاج ذكري خلص موضوعه على خير والحمد لله. رجل محترم ويسأل كل خير. طازه لسه حلبهولك اليد يا صالح بيه. تسلم يدك يا فرحان. واه فين يا بنت البيض ابو زبده؟ دقيقه ويكون جاهز. واه ما
بتنزل تاكل يا غريب؟ ألف هنا سمكتك يا كبير، ألف هنا. عملت ايه مع الحرم اللي اسمه هتلر؟ ادينا الكرباج لكل راجل فيهم، منهم اللي سامح ومنهم اللي ما رحمهوش. راجل يستاهل ضرب البلغة، بتددوا على اهل بلده عشان كملتوش واحد غريب قليل الاصل. بالاذن يا كبير. ازيك يا ست صالحه؟ واه، ايه اللي جابك؟ انت لسه افطر والبس واجيلكوا على المستشفى. فيا بنت ساكته كده ليه؟ ما تنطق فيه ايه؟ الدكتور قال المرض انتشر في جسمها كله، كلها ساعات وتقابل وجه كريم. طول عمري بحس ان هي اختي، عمري ما حسيت ان هي درتي. سنتين وهي بتتعذب، سنتين شافت فيهم اللي ما حدش يقدر يستحمله. اللي يحبها يا صالح يتمنى لها الرحمة، وانت ما قصرتش. غريب. ايوه كبير. جهز العربية عشان انا اطلع نجيب ام زين من المستشفى. حاضر يا كبير. عمر ما حسيت بضعفي وقلة حيلت لك صد مرضة كانت دي. عشت عمرك كله شايلني من على الأرض شيل. كنت بتعمل اللي يساعدني حتى لو هي تعسك. قلت لي مفيش مرة في الكون تتحمله مع جوزها. تعرف يا بنت، أنا أول ما كانت روح من غير إذني زعلتك فيها. سامحيني على قسوتي اللي كانت من ورا قلبي. شي صحة نقولها من المستشفى وهي في الحالة دي؟ وصيتها كده يا فخر، مش عايزة تموت في مستشفيات، عايزة تقابل وجه كريم على فرشتها. بعدين الدكتور بيقول قدامها ساعات محدودة، مرض الوحش اتمكن من جسمها كله يا فخر، وملزن فين؟ بالله عليك ندم على غريب يشوفه فين.
روحها متعلقة بيه. حاضر يا أخوي، حاضر. حاجة عم غريب، رغم إنك شاركتيني بجوزي لكن ما شفتش أحن منك علي وأنا على ولدي. منتك زين يا صالح. أنا جبت لك لبس العيد اللي كان نفسك فيه. كان نفسي أشوفك فيه لما تكبر. أتوحشك قوي. خير يا اوعاك تنسى يا زين، ما تقوليش يا ماما. عارف انت ربنا بيحبك يا ولدي، انت اكتر عيل محظوظ في البلد. ليه يا ماما؟ العيال كلهم عندهم ام واحده، انت عندك امين، اني وناديه. بس ما جت ام واحده بس. قولي يا بطل، لو العيل اللي جه في بطني ده جه واد، هتسميه ايه؟ لو واد سميه طه. اشمعنى يعني؟ على اسم الشيخ اللي في الكتاب اللي بيحفظني القرآن. ربنا يحفظك بحفظه يا ولدي. طب افرض جهد بيت، هنعمله ايه؟ لو بيت سميه هادي على اسم ام الله يرحمها. الله يرحمها. يا حبيبي يابا، يا حبيبي، مش قادر اصدق اني مش هشوفه تاني. ربنا رحمه يا امين. ايه عايزاه يعيش مريض طول العمر؟ اللي خلقه ناداه ابوكي دلوقتي زمانه عايش في قصر في الجنه، وهيبني لنا قصر على الارض ان شاء الله. منين وكيف؟
من ورثك يا ولي. ورثي ده حق في الارض من ورث ابويا ما يجيش 100,000 جنيه. واللي يعملهم لك مليون في 6 شهور. انت اتقبلت ولا اتجننت يا هتلر؟ كنت عملتهم انت من ملاليم اللي رماهم لك اخواتك من ورث ابوك بدل ما كنت تصرفهم على النسوان والخمر. انت لسه بتقولي ملاليم؟ بعدين ساعتها كنت طايش. دلوقت عرفت منين تؤكل الكتف. لا ايش ضمني ال 100,000 جنيه ما يدعوش. انا عايزه اربي ولدي. يا هبلة يا هبلة، ما هو كله علشان خاطر ولدك وولدي. عايزاه يعيش في البنك اللي احنا عايشين فيه ده طول العمر. فكري يا أمينة، فكري. فاليوم القتل ليه يابا؟ اليوم انا اللي تموت وتسيبني. عشان امك ما كانتش بشر، امك كانت من الملائكه، والملائكه ما بيقعدوش كتير على الارض، لازم يطلعوا فوق عند العظيم، عند ربنا. ها عملت ايه مع اخواتك؟ هيدوا لك حقك ولا طلعوا عندها؟ اخواتي ما طلعوش عندها زي اخواتك يا هتلر. طب الحمد لله. هتاخدي فلوس ولا ارض؟ هيدوني فلوس. ما خدتيش ارض ليه؟ كنت جبت لك فيهم قرشين زياده. يا هتلر الارض مش بتاعتي وحدي، بتاعت انا واخواتي، ولازم تتباع عشان تقسم علينا. موفر البيع والشراء. انت لسه برضو ناوي على اللي في دماغك؟ يا أمين الموضوع ده مرسوم ومحسوم وعلى التنفيذ، مش ناقص غير القرشين اللي معاكي والمرة الصح تقف في ظهر رجلها. واعملي حسابك يا أمينة، القرش في الموضوع ده هيرجع الطاقة 10. هعيشك في النعيم يا منية النفس، ونخرج من القبر اللي احنا عايشين فيه ده. طب سيبنا فكر تاني يا أمينة. تاني وتالت يا هتلر، سيبنا فكر. فكر. فكرتي هتلر؟ طبعا عارف يا صالح الطار اللي بين عيلة زينهم وبين عيلة عبد الصمد. عارف يا بيه. وعارف ان عيلة زينهم وقع منها 5 شباب وعيلة عبد الصمد 4. وعرف ان عيلة زينهم بيفكروا ازاي يقتلوا الخامس من عيلة عبد الصمد. لو حصل ده صالح البلد هتولع. ربنا ما يجيب ولع. بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان عيلة زينهم وعيلة عبد الصمد هيتقابلوا النهارده عندي في المنظرة. ازاي؟ كيف حصل ده؟ الحمد لله بنعمة وفضل من ربنا. العيلتين بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني. مش بس كده، انا كمان لقيت الحل. حل؟ حل ايه؟ كبير عيلة عبد الصمد قال قدام البلد كلها انه مستعد يدفع اكبر دية عيلة زينهم توافق عليها. والله لو ده حصل تبقى عملت معجزة كبيرة. اعتبره حصل يا بيه. ابويا الله يرحمه قال لي لو حكمت بين الناس بشرع ربنا وبالاصول الحديد هيلين في يدك. الحمد لله، اعتبرها مشكلة وخلصت. افتحوا الباب. اتفضلوا. على قد ما كنت حزنان على اللي حصل ما بينكم،
على قد ما انا فرحان انك تحت سقف واحد دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته ايه اخوانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عيلة عبصمت قدام البلد كلها جنحوا للسلم. ربنا عز وجل قال ايه؟ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم. علشان كده اكتب، عايز عيلة زينهم تقول ورايا: نشهد الله العظيم، نشهد الله العظيم، اننا عفونا عنكم وعن عائلتكم، وليس في قلوبنا حقد ولا غل ولا ضغينة، والله على ما نقول شهيد. كبير عيلة عبصمت كيف ما شفنا قدام البلد كله قال ايه؟ قال مستعد ان ندفع اي دية حصل ولا ما حصلش. حصل. اكتب: ولقد قررنا على ان تكون الدية 1,000,000 جنيه يتم توزيعها على اولياء الدم حسب مرسهم الشرعي من الضحايا. عيلة عبصمت يقول ورايا: تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وعزمنا على الا نعود الى المعاصي ابدا. يا حاج عبصطار احنا بنقول ايه؟ عزمنا على ان نعود الى المعاصي. احنا بنعمل ايه؟ وعزمنا الا نعود الى المعاصي ابدا. والله وكيل شهيد. الفاتحه. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ويش بقى يا حبيبي؟ ألف هنا وشفا يا حبيبي. بص يا هتلر، أنا موافقة، بس في الأول أعرف هتعمل بيهم إيه. مقبرة يا أمينة، مقبرة حاطط يدي عليها من 3 سنين، كل اللي محتاجه عدة حفل بسبعين ألف جنيه. عملت كل حاجة عشان ألم، ما عرفتش. بالك يا أمينة لما بيع الخير اللي جواها، العشة دي هتبقى قصر. الفلوس هخلي كل البشر اللي في البلد دي تحت طوعي. مفيش كلمة هتمشي غير كلمتي، هتمشي على أتخن شنب في البلد دي، وأولهم صالح الجناوي اللي هاخد منه حقي قدام البلد كلها. كل شبر في البلد دي هيبقى ملكي، وجنونها هيبقى جنوني. جنون هتلر. عامله ايه يا ولدي؟ الحمد لله. لساك بتذاكر يا زين؟ خلصت. خلصت مذاكرة ما خلصتش وكل؟ شبه. ربنا يرضيك يا ولدي، اوعاك تنام قبل ما تصلي العشاء. حاضر، هصلي دلوقتي. يلا ادعي لامك ربنا ينتعها بالسلامة يا ولدي. يلا.
ظلمني حد. يا عالم ربنا ما جتش مرة زعلت حد. بعمل مش هنا مش هنا لو جه في مرة ظلمني حد. ده كلام حينفع وانا الندم اصبح يفيد. الزام حدودك لو قصاد نسر الصعيد. الف شكر للظروف والايام خلتنا شوف. يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي حد خاطر. واللي عنده حساب يجيب. واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني. وحق حده مش هسيبه. الايام بتروح وتيجي. واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير مفيش. واللي ناسي عمايله في عندي المفاجأة وهدية. والجميل ما بيتنسيش. واللي كانوا يحضنوني ومن خدودي وبيبوسوني كله ينسى. ده كان زمان قلبي اصله معبي منكو. غلطته انه مأمنكو. سمعتوا ولا اقول كمان. واللي قال لي معايا قل هفتكر له الف زلة. والجدع يعرف يسد. ده انتوا يا ما وصلكوا مني والنهاردة مكدبني. هاتوا ناس تعرف تعد. الف شكر للظروف والايام خلتنا نشوف. من مكسب بعيد والطمع دايما ماليكو. خدتوا مال الدنيا ليكو. بكره تمشوا وحسبوا. والمبادئ بتبعوها والاصول فجاه نسيتوها. واللي منكم تجرحوه. واللي فاكر نفسه حاجه عايزه بس يقول لي حاجه. راح يدوق مر الكلام. هنقول ايه ناقصين على. هي كلمة ومش هكتر. السماح معنا استقدر. من صرحتي ما تزعلوش. لو نسيت انا لسه فاكر. كل يوم بكتب وذاكر. والرخيص ما بغلهوش. الف شكر للظروف والايام خلتنا نشوف.